بدأت أمانة منطقة الرياض حملة لتجميل أنفاق وطرق العاصمة بجداريات من فن الجرافيتي، وانطلقت هذه الحملة بمشاركة فنانين سعوديين من نفق تقاطع طريقي الأمير محمد بن سلمان والملك خالد بلوحات تحمل عبارات من النشيد الوطني، وتجسد هذه الجداريات الهوية الوطنية لتحسين المشهد الحضري في الرياض من خلال تعزيز البعد الجمالي للطرق. وحول هذا الخبر ينضم معنا المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الرياض علي الرويلي. مرحبا بك أستاذ علي، خطتكم التي أطلقتها الأمانة اليوم لتجميل جداريات الأنفاق، حدثنا عنها. أهلا أخي محمد، الله يمسيك بالخير أنت والمشاهدين الكرام. أولا أود التوضيح أن رسم جداريات الأنفاق يأتي ضمن أعمال أمانة منطقة الرياض لتحسين المشهد الحضري. هذه المبادرة تأتي ضمن عدة مبادرات أطلقتها أمانة العاصمة بتوجيه ومتابعة شخصية من سمو الأمين الأمير فيصل بن عياف. مع اقتراب استضافة المدينة لقمة مجموعة العشرين، استشعرت الأمانة دورها الرئيسي في تهيئة الطرق والساحات والميادين طبعا لتكون في أبهى مظهر، وبما يؤكد حجم التطور والازدهار الذي وصلت إليه العاصمة. جميل، شكرا جزيلا لك الأستاذ علي الرويلي مدير المركز الإعلامي والمتحدث بأمانة الرياض.